من القدس المحتلة هنا القاهرة عاصمة الخبر، من بلد السلام التي لم تشهد سلاماً يوماً، من مصر النبي إلى أرض الحضارات، جئت اليوم أحمل رسالة القدس وأهلها، هذه المدينة العصية على الكسر. كنت كمراسلة القاهرة الإخبارية على الإسفلت بين المصلين، إسفلت مدينة تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذه هي المدينة التي حرم الاحتلال أهلها من دخول المسجد الأقصى ليفسح المجال للمستوطنين لتأدية صلواتهم التلمودية هناك. فالقدس كما يروج ويقول الاحتلال هي مفتاح الحرب ومفتاح السلام. إن ثارت انتفضت البلاد كلها من شمالها إلى جنوبها، تماماً كما نتمناها يوماً، محررة من بحرها إلى نهرها. زاد الاحتلال تضييقاته وإغلاقاته علينا، ظناً منه أنه سيمرر كلمة قالها وزراؤه سابقاً: الكبار يموتون والصغار ينسون. والله كبرنا وما نسينا. وأنا اليوم أقف هنا لأقول أن حب القدس أصبح إرثاً نتناقله جيلاً بعد جيل، فأولادي يعرفون هويتهم جيداً، وأحفادي سيدركون أسماء البلاد قبل عبرنتها وتهويدها. فصلونا عن باقي محافظاتنا وقرانا الفلسطينية، فأصبحنا أكثر تعلقاً وحباً فيها، وهذا عرفنا في مدينة القدس. فبتنا بين شهيد وجريح أسير ولا نبالي، لأننا نعلم أن نهاية هذا الحصار هو نصر، وما هذا إلا نهاية البداية. تماماً كما نقف اليوم فرحين بهدنة لوقف شلال الدم في قطاع غزة، بصمود أبناء شعبي وتضحياته، وبمواقفنا العربية الراسخة التي رفضت المساومة على حساب دماء أبناء شعبنا. أرادوا إخراج مزدوجي الجنسية وتهجير أبناء شعبي، فكان القرار مصرياً رافضاً لأي تنازلات أو تحركات على أن لا يكون الفلسطيني على سلم أولويات أم الدنيا مصر التي اعتدنا عليها دوماً في مساندة فلسطين وأهلها. أنا اليوم لا أشعر بتضامن مصري، بل أشعر بإسناد مصري. ففي فلسطين نقول: نحن نساند بعضنا بعض، وأنتم إخوتنا في الدم، تساندوننا لإعلاء صوتنا من هناك، من القدس والضفة وغزة والشتات، باسم القاهرة الإخبارية التي حاول الاحتلال حجب صوتها وصورتها، فعدنا مرة وأخرى. وهذا يذكرني بما قاله لي جدي يوماً، أي ما قبل النكبة، بأنه كان هنالك حافلة تحمل اسم القدس القاهرة. علنا نعود إليكم في رحلة ونرجع لديارنا، وتدخلون معنا باحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين فرحين. ففي فلسطين وأرض فلسطين نقول: نحن شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا. وهذه فلسطين لا تحمل سوى هوية، ولا متسع فيها لهويتين، إما نحن أو نحن.